السلام عليكم بعدا المتابعين ديال قناه لاله مولاتي مرحبا بكم عندنا في فاس آه نهار كبير هذا اللي جيتوا وشرفتوني في النهار ديال الولاده ديالي النهار الثاني ديال الولاده ديالي والحمد لله ملي كيتبقى يبقى العمار والصوره مكمولة هذا هو الفضل واخا راه حاجه ما سهله لا الولاده لا القيصريه ولا الطبيعيه الحمد لله كل شيء داز مزيان شويه تاع التكرفص ضروري كيكون الحمد لله على كل حال شي ما عرفتش بالضبط ولكن يمكن مكتبه الحركه كنت كنخرج بزاف ونتقدا وسميتو كان باقي لي تقريبا شي 20 يوم هكا دابا ولات دابا تمن شهر ويومين ولكن الحمد لله كلشي داز مزيان قال لي الدكتور زعما مجرد كيدخل الشهر التاسع راه الامور كتكون مزيانه <تصفيق> <تصفيق> وليد الاسم باقي احنا باقي كانت انا وبابا وخوتو والعائله هكا كنتفاهموا كنت السميه اللي كنكونو متفقين عليها كاملين لا لا ابدا انا بالعكس كيعجبني الحاجه اللي بلديه تقليديه وكل واحد كيمشي على الاستطاعه ديالو انا ما كرهتش كون كنت في مع عائلتي ندير اي حاجه غير بلديه نلعبوا غير حنا العائله بتعارجوا بنادرنا وصافي وبالنسبة بالنسبه لمناسبه اسطوريه هي في الحق جاتني بحال رجعت موضه كنا كنشوفوا الفنانين الكبار والعائلات الكبار هما اللي كيديروا دابا ولا كلشي كل كلشي كيجيب فنانه ولكن كل واحد وشخصيته كل هو كل الثقافه ديالو كل واحد هو هي اول مره كتجيك صعيبه في النهار الاول والثاني علاش أه لانك انت كتكوني دايره واحد البروغرام صافي راه ولات وليداتي كبات كلشي كيمشي للمدرسه عندي شي بروجي ديالي ولا شي حاجه ولكن من بعد كتجلسي مع راسك كتقولي الحمد لله أه كان انا في هاد أه في هاد الحاله هذه كان الزوج ديالي كان مدعمني من هذه الناحيه قال لي لا داك راه رزق عطاه الله زعما انسان ما يغضبش الله واخا غير بديك الكلمه ديال ما بغيتش الا يعني بقيتي كتقولي ما بغيتش راه ربي راه كيدي كي منك هذيك الكلمه صافي استغفرت الله والحمد لله داز كلشي بخير وكان كان حتى هو رزق من عند الله وتبارك الله رزق واسع الحمد لله على كل حال هذه نص ما نقطعتك نصيحه لاي وحده اي حاجه كتبها لك سيدي ربي يقول عليها الحمد لله راه فيها خير وما كان واحد الاحساس الكبار المهم بقاو كي الصغار الصغر كانوا فرحانين صار كان عجبهم الحال واخا الولد هذا الكبير والبنيته الصغيره كانوا بغاو بنيته نهار اللي عفوا وليد تقلقوا ولكن عجبهم الحال البارح فاش جاوا ما بغاش يمشي كاع من هنا الحمد لله كل شيء داز مزيان الصعوبات كان عندي في الاول في البدايه كان جاني مع رمضان كان جاني شويه قاصح وجات ومن وراها في في الشهر يمكن الخامس السادس كان كيطيح لي الطونسيون مع واش مع ولاد على ولاد راه الانسان راه الصحه كتقلال وفي هذا الشهر التالي هذا هذا الشهر التالي كان شويه ديال التقل كتكرفس ديال بصح يمكن هذاك التقل هو اللي خلاني انني ولدت شويه قبل ورا هذاك هو مشروع اللي كنت انا معوله انني غادي ندير بروجي بالمحال بشي حاجه اللي زعما على حقو طريقه ايوا ملي تصبت سموحوا صافي وليت آآ آآ انيليت البروجي ان شاء الله باقي جاي القدام وليت درت تجاره خفيفه هي من الدار والحمد لله كانوا الامور غادي مزيان دابا مؤخرا عن عندي عندي زعما سلعه وداك ولكن انيليت كل شيء حتى نوض على خير وبخير ونرجع صحتي ونكمل ان شاء الله باقي اللي بيربح لحم طويل ولكن اللي مهم هو الصحة والوليدات يكونوا بخير وعلى خير <applause> كانت رسائل زوينة والله العادي يعني كنت أنا أصلا كنت ساكتة ما قيلاش تقريبا حتى الشهر الرابع كنت مترددة واش نقول واش ما نقولش جاتني فشكال أنا ما عمرش أتوقع أنني غادي نولد زعما نعاود ولكن كانوا التعليق تبارك الله ما شاء الله زادو حفزوني شجعوني كلشي كيقول لي فرحنا ليك بغيناك ديري بغيناك زعما تورينا شنو غديري غد واخا انا ما كنتش كنشاركش داك يوميا ما كنشاركش هذيك مشيت هنا ودرت هنايا كنت الفيديو الاول اللي اعلنت على الحامل الثاني ديال الجنس الجنين عاد مؤخرا دابا كنشارك تقضيه وصافي ماشي شي حاجه فتره <applause> لحم كنت واخا تبغي ديري شي حاجه ما تقديش كتكوني بزمنك منك كتجلسي من بعد صافي وليت كنقضي شغالي هكا وكتكون معي المساعده مسكينه الله يجازيها بخير في الدار غير هو الطبيب من الاول قال لي تقل ما تدوزيش ليه لان عندي جوج عمليات سيزاريان قبل قال لي صافي تقل تحركي ماشي مشكل تقل لا ما تهزيهش غتلقاو مشكل دايرات حنا البيبي بعدا غفلنا باقي حقيبه الولاده ما وجدناهاش السفوف كنا مقادين كلشي بغيت نصورو ما درتوش التحضيرات كاي اي تحضيرات ديال اي ام كنا اصلا كنا نديروهم قبل اه ضفت شي حوايج اللي هكا بروتوكول ديال فاس الحنه اه ديال شهور البيفي اه شي حويجة هكا اللي تزادوا بساطين يعني هما ديال الام وديال البيبي وداك تقضيات الدار وهذا والسفوف وداكشي كلشي كيديروا عادي جاني وجع وهو الطبيب انا منع عليا يجيني الوجع قال لي ما 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 خصكيش تولدي بالوجع نهائيا لان عندك سيزاريان تقدر الا جات الا جات الوجع مجهد الفتحات تحل ولا شي حاجه اي حاجه حسيتي بها جو حنا كنا دايرين بروغرام آه غادي نولد وفي داك البروغرام حنا نقصي البيبي 10 ايام ديال الوقت صدق هو جا ثاني في داك 10 ايام اخرى قبل تقريبا 20 جو ولا اكثر اكثر يلا دخل الشهر ديالي دابا غير بيومين اليوم 3 ايام صافي صعيبة أنا راه مجربة العادية العادية ومجربة القيصرية القيصرية صعيبة ديال بصح كاينه اللي كتقول لك لا ما نتوجعش هو راه تفضلي توجعي وتولدي ونهار الاخر نهار الاخر كتنوضي بخير كتاكلي كتهزي وليداتك كترضعي البيبي في النهار الاول كدوز الامور مزيانه القيصريه شويه صعيبه هاد الوقفه بعدا ديال هاد النهار الثاني اللي كتوقفي شي حاجه بوحدها من غير لبرات الظهر كتبقاي ديرونجيا معاها بزاف د الحوايج المهم الولاده العاديه عندها واحد الميزات اللي ايجابيه انا مليون في الميه هادو انا تنظن اللي ما مجربينش القيصريه هما اللي مجرب القيصريه ما عمرو غيفضلها على الولاده الطبيعيه هادو كت حيت كت كتسمع وحده كتقول لها انا راه غير فتحوا ما توجعت ما والو ولكن مجرد كتجربها اكيد راه غتندم غتقول لك الطبيعيه احسن حيت انا مجوج بها الطبيعي ومجربه القيصري القيصري انا بحال تفرض عليا في واحد الولاده كان تفرض عليا كان عندي الخلاص سبق هذا علاج دات وأنا اما انا في النورمال كنولد الطبيعية بلا حتى حاجه الحمد لله <تصفيق> <تصفيق> كل واحد اش تيقول البنيته وحده عندي عزيز عجبها سميت يوسف واحد الولد كيقول كي لي امين الولد الكبير هذا والبنت بنت كبيره ما مسوقينش هذوك انا وباهم عندنا واحد جوج الاسماء غادي نديرو عليهم مداوله ندير عليهم مداوله اللي غلب غيسمي نتمنى الخير المهم الصوره مكموله في اللي معايا بركلية ليا أه تتبقى علاقتنا علاقه يوتيوب أه صافي زعما كيهضروا معايا مبروك عليك الله يكمل بخير فرحنا لك وصافي زعما علاقتنا عاديه <applause> دي بالعائلات أه للاسف ما عادش واش موضه أه ولات كنظن انا كاينه الغلط يكون من ذاك الملاشين والغلط حتى من بعض المتابعين لان ما دام انت كتحط مشكل وكتلقى عليه متابعه اذا بحال هذاك المتابع كيشجعك انك تتمادى في المشاكل هكا كتكون فيه متابعه كيكون فيه مدخول هذا ولكن راه كتبقى ديما داك المشاكل هكا كتبقى تابع ذاك الانسان واخا كاع يكون شي صالح بين دوك العائلات راه كتبقى زعما الله ينجينا وينجيكم الله يكتب لنا بحال هذاك الشيء حاجه هذوك أه الناس كيكون داخل اليوتيوب بواحد بلا مبادئ مادام كتدخل اليوتيوب هي على اساس الفلوس حنا كلنا كندخلو فيه لان على اساس انك بغيتي ترزق وبغيتي يكون عندك واحد جديد اضافي ولكن مع عمرك تنسى المبادئ ديالك والتربيه ديالك وتقاليدك وعلاقتك مع الاسره وعلاقتك مع العائله الا تبعتي اليوتيوب والفلوس ديالو راه اكيد غادي تخسرهم ديما ديال قدامك هذا آه هدا. هذاك المدخول خصو يكون ما فيه لا مشاكل لا حتى حاجه خاصه الدم ديالك وعائلتك ما خصكش تخسرهم لان كل شيء كيمشي وكتبقى العلاقه <applause> كنت موجدة كنت موجدة قبل آه كنت اختاريت داكشي الشيء اللي بغيت كامل دفعت المولات الحلوة أنا بطبيعتي من غير يوتيوب في سبع شهور كنلقاني موجدة حوايجي موجدة حوايج البيبي الكاتو ديالي السفوف المهم كنكون كل شي حاطه على على قدي داكشي القياس ديالي آه هاد المره كذلك هكا قلت انا زعما ملي غتبقى لي 15 يوم غنرتاح فيها واحد شويه ايوا غير كملت التحضيرات كنبقى لي السفوف ما صورتوش بقات لي حقيبه الولاده قالي شي حوايج عند واحد الخياطه قلت غادي نصورهم حتى هي زعما ماشي يشوفوا ناس الخياطه ما كتبش ولكن اللي مهم في هذا الشيء هو تفكيت على خير وولدي على خير وبخير وامي كنا جات كتجري حتى هي جات كتجري قبل الوقت ماشي قبل الوقت كنقلي شي يومين ثلاثه ايام ماشي بزاف ولكن الحمد لله كل شيء داز بخير وعلى خير احساس جديد كتعطيك ثاني واحد واحد الطاقه كنقول نقول ديالي حنا دابا عاد انا نعاود نربيهم من الاول واخا البنيته الصغيره عندها ست سنين نعاودو نربيهم من الاول ونسهروا ونهزوا ولكن راه الحمد لله ربي كيعطينا واحد القوه راه الوليدات كلهم آه فيهم رزاق فيهم واحد ربي كيعطيك واحد القوه باش كتوقفي معاهم راه دابا واخا تعاودي تولي حتى اربعه ولا خمسه المرات راه ربي غيوقف معاك مادام ربي عطاك هذيك الحاجه الا وراه الا وراه واقف معك ما دام ربي عطاك هذيك الحاجه الا ورا اكيد غيوقف معك فيها مستحيل ربي رزقك وما يعطيكش القوه باش تكوني معاه لا لا ما كاينش انتقادات لا أه بعض المرات كتلقاي في التعليق التعليق واحد جوج في 2000 تعليق أه شحال عندك ديال الدراري واش انت عاد بيتولدي شحال عندك فلاج شحال عندك فهذا ما كان زعما راه ربي اللي كيرزق كي انا من خلالي ومن خلال, خلال تجربتي وداكشي اللي كنشوف الناس كاينين الناس الا شفتيهم محرومين تقول يا ريت نولد حتى عشره كيقول كي لك لا غير ولدوا راه حنا محرومين لدرجه كي كيبقاو فيك دوك الناس كتقول انا ربي عطاني واحد شي حاجه وغنحرم راسي منها ما كاينش والحمد لله راه ربي اللي كيعطي وربي اللي كيرزق كي وهما تقليدهم هنا في فاس زوينه وشويه مكلفه لا في الحباله ولا في سبع شهور ديال ديال الحنه ديال سبع شهور ديال الحامله ولا هذا ولا في في الولاده هكا هما كيوجدوا بحال هكا الطرز وديك تيقولوا ليها المهم احنا احنا تنقولها الشوره بحال العروسه وهي راه ديال البيبي الطرز ديالو وحويجاتو وكل شيء بلس كيكون هكا البي شويه كيكون توازيد في الثمن المهم بزاف ديال الحوايج عندهم شويه هما واحد واحد التقاليد معروفين بها كان ديك الساعه رفيسه لا انا التقاليد اللي كندير انا كندير مراكش انا زدت غير سبع شهور هكا البيفي وداك الشيء انا كندير مراكش ملي كنولد قبل يوتيوب ضروري رفيسه نهار ثلاث ايام ولا اربع ايام كان ديك الساعه كندير في ثلاث ايام دابا مع السيزارية حتى اربع ايام خمس ايام وكديري السبوع بحالك عادي بحالك بحال الناس وصافي وبليس داك الماكله اللي كتاكلي ملي اللي كتأكل اللي كتولدي هذا خبز البصلة بالعشوب هذا هذا حب رشاد حسواد الشعير بركوك داكشي كله كناكلو في الدار بيض البلدي دجاج البلدي كله كناكلو في الدار مازال ان شاء الله نشارككم مع المتابعين ديالي ان شاء الله كاملين كلمه اخيره للمولاتي والمتابعين ديالها مرحبا بكم شرفتوني هذا النهار فاجاتوني عجبني الحال انكم جيتوا عندي اختي كريمه ديما قناه لاله ديما على تواصل معايا من نهار سقت لي الخبر كتسول فيا كتهضر معايا زعما ما دي الاوضاع ديالك كنشكرك من هنا كنشكر الطاقم ديالك الله يجازيكم بخير ولكن ما ننساش في التالي ديال الفيديو انني نشكر الدكتور دكتور بروفيسور زميلي ولدني كان مشى معايا في مرحله الحمل شي حاجه الله يجازيه بخير مرحله مرحله وكيتصنت ليا و... واي حاجه كنت متخوفه اي حاجه كنت كنسولو كيجاوبني عليها ما منسس... ننساش ما ننساش الطاقم ديالو ديال العياده البنات اللي معاه الهام وواحد البنيته سمح لي شي سميه الطاقم الطبي اللي ولدني هنا ليكيب ديالو ديال التخدير والدكتور ليزامي البروفيسور بروفيسور اللي شرف عليا هو شخصيا ما حسيتش ذاك الخوف ولا ديك الخلعه دايرين بيا كاملين كيهضروا معايا كاملين باش باش حسيت براسي بانني كنا عائله في واحد اللحظه بقينا مجمعين هما تيخيطوا سميتو وهما الفراميليات كلشي ضار بيا مجمع حسيت براسي بحال كاينين عائلتي وخوتي والناس كاملين اللي معايا كنشكرهم هنا تحيه كبيره للبروفيسور دكتور ليزامي البنات اللي معاه في العياده لا تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لالا مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد